إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي عاوزة أن الواحد يفصصها كده، يعني ربنا ما بيغفرش الشرك وبيغفر ما دون ذلك، بس مش لكل، لمن يشاء. طب مين يا رب اللي انت شئت أن تغفر لهم؟ ناخدها من الآخر كده عشان ايه، ناخدها على الأول كده. فمين اللي ربنا شاء أن يغفر ايه لهم؟ نشوف أي واحد لم يشرك بالله فقد شاء الله أن يغفر له. النبي اللي بيقول، النبي اللي ايه، النبي بيقول كده: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب يعني ايه؟ يعني بقرب ما يبلغ، ما يملأها. قراب يعني بقرب ما يملأ الأرض خطايا. شفت كلمة خطايا دي؟ لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ربنا عاوز يغفر، بيغفر ليه؟ عشان هو غفور رحيم. خلاص، لو لم يكن في الغفران إلا أنه يغيظ إبليس لفعل. هغيظك. ماشي كده؟ يبقى الواحد عامل ذنوب وربنا يقول له هغيظك، هغفرها له حتى لو ما استغفرش، عشان يغيظ، وعشان ربنا غفور ايه؟ حقيقي. فمغفرة الله ورحمته قديمة. قديمة يعني ايه؟ انت استغفارك ده حادث، والحادث لا يتحكم على القديم. يعني ربنا بيغفر لك قبل ما تستغفر، بس انت بتستغفر ليه؟ مش عشان ربنا يغفر لك، لا، هو ربنا غفر لك خلاص. انت بتستغفر علشان تظهر الادب مع الله. بس انت مؤدب ولا مش مؤدب؟ استغفرت مع المؤدبين، ما استغفرتش مع اللي مش مؤدبين، بس ربنا غفر لك وغفر لك خلاص. ربنا بيغفر عشان هو ايه؟ غفور. زائد الملائكة بتستغفر لك، مش كده؟ طيب، زائد ان كل مسلم او مسلمة يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، بتدخل انت في الدعوة ولا ما بتدخلش؟ ودعوة الرجل لأخيه بالغيب مستجابة ولا مش مستجابة؟ فانت مغفور لك، مغفور لك كده، هيتغفر لك كده، بس لازم تظهر الايه. مين تاني الذي شاء الله ان يغفر له بقى؟ نشوف بقى المشيئة. يا أخي، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليجزي الذين أساءوا بما إيه؟ عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يبقى في أساءوا وفي أحسنوا. سيبك من المسيئين دول، خلينا مع المحسنين. المحسنين مين هم بقى المحسنين دول؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني المحسن بيعمل ذنوب، بس ربنا بيسميها لمم. يبقى ذنوب المحسنين إيه؟ لمم. ذنوب المحسنين إيه؟ لمم. يبقى مين بقى اللي مقصود بإيه؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أصحاب الكبائر، أصحاب الإيه؟ لأن هنا قال إيه؟ الذين إيه؟ يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الإيه؟ اللمم. إن ربك واسع الإيه؟ يعني زائد الغفران ده كمان، في ربنا واسع الإيه؟ أنتوا شايفين الآية اللي قبليها بيقول إيه بقى؟ الآية اللي قبليها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا إيه؟ واحد مرة سمع حديث لسيدنا أبو هريرة، أظنه من التابعين،
فراح لسيدنا ابو هريره سافر عشان يشوف الحديث ده صحيح ولا ايه يعني. فوصل لسيدنا ابو هريره فقال: حديث بلغني عنك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى يجزي على الحسنه بألف ألف حسنه، يعني بمليون ايه حسنه. فقال له: لا، انا لم اقل هذا الحديث، ولكن الذي قلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله يجزي على الحسنة بألفي ألف حسنة. انظر إلى قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أجرا إيه؟ فما يقدر هذا الأجر العظيم؟ سيدنا أبو هريرة يقول هذا الأجر العظيم أكثر من ألفي ألف حسن، إيه 2 مليون حسن، وربنا عنده حسنات كتير. إن ربك واسع الإيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، احفظ الحمد لله هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر قبل أن يصل الثوب إلى كعبي. يعني هو بيلبس كده وبيقول قبل ما الثوب يوصل يكون ربنا غفر لك إيه. ومن أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني لو جيت تلبس ثوب وتقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني، كساني الثوب تقول إيه؟ كساني. تتصور حاجة بسيطة زي كده تقولها ربنا يغفر لك كل ذنوبك، والناس عمالة تروح بقى تجمع فلوس عشان تروح تحج، عشان يقول لك انا ارجع بقى من الحج ده ذنوبي كلها ايه مغفورة. طب اشتري ثوب جديد والبسه، ولا اجيب صباع كفتة وكله، مش كده؟ وقول الكلمتين خلاص. الله يا اخي. طب امال لو اكلت حد فقير، ولا لو لبست حد فقير، ولا لو أحسنت إلى حد، كلها حاجات. من مشى مع أعمى 40 خطوة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني ماشي مع أعمى عشان تدله، كم خطوة؟ عدهم بقى 40 إيه؟ يا سلام. يا سلام. ما هم دول بقى الذين ايه بقى احنا بنقول مين اللي ربنا شاء ان يغفر ايه. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت كزبد البحر. بص، أهل المحبة الدائرة بتاعتهم أوسع من دائرة الحسنات والسيئات. ربنا مش عاوز تحط بينك وبينه حسنات وسيئات وجنة ونار، عاوزك ما تحطش حاجة من الحاجات دي خالص، ما تقفش لحظة مع أي حاجة من الحاجات دي. ربنا قدر لك حسنة ما تقفش معاها، قدر عليك سيئة ما تقفش معاها، شيل على طول. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من نظر إلى أخيه وليس في قلبه إحنة. إحنة يعني إيه؟ بغضاء. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نظر
يعني تبص لأخوك نظرة حب ليس فيها إحنا. ربنا يغفر لك كل ذنوبك، مش كده ولا إيه؟ وإذا التقى المسلمان فتصافحا فإيه؟ غفرت ذنوبهما ما تقدم وما تأخر. يعني لو تقابل واحد صاحبك وتسلم عليك لم يفترقا، والتاني ايه اللي هو بقى من نظر الى اخيه وليس في قلبه احنة لم يرتد اليه طرفه الا وقد غفر، اللي هي بقى الحديث يعني قبل ما 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 ترمش يكون ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ايه. من سمع المؤذن يتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. طب ما واحد قال حاجة وتغفر له، طب لما يقول حاجة تانية فيها مغفرة تزداد حسناته بقى، يعني على قد ذنوب حسنات مش كده؟